السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مرة أخرى في القناة ديالي موروكان ديلايت. اليوم غنوريكم واحد البيتزا كتجي زوينة بزاف، كيديروها في تركيا وكيديروها حتى إخواننا العراقيين والسوريين. هي سميتها فطيرة بلحمة، وفي تركيا كيقولوا ليها لحمة جون، لحمة جون شي حاجة بحال هكا. المهم هما هادو المقادير، غير باش نقول لكم هاد البيتزا هادي كتجي زوينه في رمضان مع الحريره ولا الشوربه والشلاضه، ضروري خاصكم تقدموا معاها شي شلاضه. المهم كان عندي له الخميره باش تفعل، كنشوفوا واش غتفعل مع السكر. هاد القضيه ديال الخميره هادي كنديروها علاش؟ غير باش نشوفوا واش الخميره خدامه ولا لا، حيت بعد خطرات كيمكن لكم تجيبوا خميره وتكون قديمه وديروها في الخبز ديالكم وتصدقوا مخسرين الخبز كامل. فهداك الشيء علاش كنديروا هاد الخميره هكا مع شويه ديال الماء دافي والسكر، وكنغطيوها وكنخليوها واحد 5 دقائق. الا تفاعلات وطلعات ودارت الكشكوشه راه معناها بانها خدامه وبقى جديده، ما كيخسرش لنا الخبز. الا ما دارت والو بقات كيف ما هي معناها انها قديمه وغادي غير تخسر لكم الخبز. كنديروا الملح، كنديروا عفوا طحين، كنديروا شي حفيره من الوسط، كنديروا الملح. كتشوفوا كيفاش دارت الكشكوشه. كنديروا الخميره ديالنا، كنديرو زويته بلديه، والماء بشويه بشويه كنجمعو بيه. المهم هذا هو الشكل ديالها، كتجي تقريبا شي شويه بحال عجينه ديال المسمن، شويه جاريه. كندلكوها مزيان 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 مزيان، ملي كتدلك راه ما كتبقاش جارية هكاك. المهم كنديرو هذيك الدجاجة اللي كنا اللي عجنا فيها، كنديرو فيها شوية ديال زويتة بلدية. ما كان علاش تغسلوها حيت كيف ما هي اللي استعملنا. كنغطيوها بشيميكا، شيميكا تكون نقية. من بعد كندوزو لهداك الشيء اللي غادي نديروه في البيتزا ديالنا. كنقيو مطيشه، كنحيدو الزريعه ديال المطيشه، كنعصروها بين يدينا باش كتحيد الزريعه. كنحيدوها نحطوها في الجنب. هذيك الزريعه ما ترميوهاش، ديروها في شيميكا ديال الفريغو وخليوها في الفريغو باش تحتاجوها في طاجين الحوت ولا في حوايج اخرى. المهم كنشدو المطيشه ديالنا، هي قطعناها طريفات صغار. كناخدو الطاحونه ديالنا، كنحطو فيه الكفته، مطيشه، البصله ديالنا والفلفل الحمراء. كنحطو النعناع اللي كيكون فرمناه، الثومه، القزبر عفوا المدنوس، الملح، وكنطحنو كل شيء. من بعد كنزيدو الزيت بشويه بشويه حتى هي كطحن، وكنزيدو الزيت. من بعد كنزيدو العصير ديال الليمون الحامض عفوا. كنديرو كمون، تحميره، القزبر مطحون، وعاوتاني نطحنو كل شيء. المهم كيف ما كتشوفوا العجينه ديالنا هي خمرات، كنحيدوها ونعاودو عاوتاني ندلكوها واحد دقيقه ولا جوج دقائق هكاك باش كيتحيدو دوك الفقاعات الهوائيه اللي كيكونوا فيها، وكنقطعوها.
بالنسبه للقطع على حسب نتوما شنو كي بغيتوا هذوك البيتزا ديالكم قداش تكون. من بعد كنبسطوا كل دائره، كل كره كنبسطوها على شكل دائره، كتبسط مزيان وكنديروها في شي صينيه ديال البيتزا. ومن بعد كندير عليها الحشوه نيشان وكندهنها بالزيت، الزيت البلديه، الجناب ديالها باش يتحمروا عفوا. هاد البيتزا هادي راه كتجي زوينه بزاف. المهم كندخلوها الفران تحمر شي شويه، ان فوا كتحمر غير واحد شويه، ماشي كتخليوها حتى تتحرق، يعني حداو معها مع رقيقه، مع كتكون رقيقه دغيا كطيب. كنتمنى ان الفيديو ديالي يكون عجبكم، والى عجبكم ما تنساوش تسجلوا في القناه ديالي باش يوصلكم دائما الجديد، والى عجبكم ديروا له اعجاب وشاركوه مع اصدقاء ديالكم. المهم خليتكم على خير والسلام عليكم. I made some mistakes.